السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نعملو خبز العيد. هذه الوصفة المكون الرئيسي فيها هو البيض، وراح نعملوها ان شاء الله بالحجم العائلي، يعني ما نعملوهاش خبزات صغار. لمقادير وصفة اليوم راح نحتاج 600 غرام من السميد او الدقيق الاسمر يكون ناعم، عندي 400 غرام من الفارينة، 60 غرام من الزبدة، 20 غرام من الملح، 40 غرام من السكر العادي، 20 غرام أيضا من خميرة الخبز. نحتاج قطعة من الجبن، 2 حبات بيض، وعندنا أيضا كاس حليب، وباقي العجين راح نطموه بالماء. بالنسبة اللي ما عندوش الزبدة يقدر يستبدلها بزيت الزيتون. نجوز نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في التجهيز. في الأول نديروا الكمية تاع الدقيق ونضيفوا عليها الكمية تاع الفارينة، وراح نمزجهم مع بعض. نعمل حفرة في الوسط، نضع فيها حبة بيض كاملة وواحد بياض بيض، والصفار نحتفظ به جانبا. نضيف عليه الكأس تاع الحليب، ونضيف أيضا السكر. بالنسبة للسكر، إذا كنتوا رايحين يعني تعجنوا العجين الآن، يعني نعجنوا ونخلوه يخمر ونطيبوه، نديروا السكر والخميرة الآن مباشرة. لكن إذا رايحين ندلكوه فقط، يعني نعجنوا العجين ونخلوه يرتاح ساعة أو ساعتين أو تخلوه حتى يبات، نخلو الخميرة هي آخر مرحلة نضيفها في الآخر. يعني إلا خليته يبات العجين نخلوه يبات بلا خميرة، الغدوة ذاك نديرو له الخميرة تاعو ونطيبوه. راح نبدأ نضيف في الماء تدريجيا حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة، يعني العجين تاعنا ما يكونش طري بزاف. بالنسبة لكمية الماء، بين كمية الماء وكمية الحليب عندنا حوالي 550 غرام. بعد اللي تحصلنا على العجينة، لاحظوا القوام نتاعها كيفاه يكون، لازم يكون شاد روحه. الآن راح نخلي العجين تاعي يرتاح حوالي نصف ساعة، نخليه جانبا باه السميد يتشرب لنا ويكون ساهل كي نولو ندلكو فيه. بعد اللي ارتاح العجين تاعنا راح نبدا ندلك فيه، وأقل شيء كي نكونو ندلكو فيه يعني 10 دقائق. يعني كاين بزاف ناس نسمعهم يقولوا يدلكوا العجين في دقيقتين ولا في دقيقة، ومؤخرا سمعنا حتى في 30 ثانية، يعني هذه معلومة خاطئة. لأن البيترا أو العجانة كي تكون تعجن، نعملوا العجين تاعنا بريمي فيتاس 5 دقائق، ودوزيام فيتاس 5 دقائق، يعني 10 دقائق. من المستحيل أنك تعجن أنت العجين وتخرج كما نقولوا حنا العلك في دقيقة ولا دقيقتين. يعني كي نعجنوه دقيقة ولا دقيقتين ثم نقولوا طم العجين، ما نقولوش ادلك، نقول طم العجين في دقيقة. هذا فقط توضيح الكلمة تاع ادلك، يعني باش يكونوا المفاهيم واضحة فقط. وكما تعودنا بواسطة السكين راح نبدا نقسم في العجين. إذا راكو تلاحظوا في العجين كاين ثقوب صغيرة بزاف، يعني الثقوب اللي راهي في العجين صغيرة، والعجين تاعكم يكون مازال ثقيل، عرفوا بلي مازال ما ندلكش. الآن راح نضيف له الخميرة اللي كنت خلطتها مع الكمية تاع السكر اللي بقات لي والقليل من الماء. راح نضيفها الآن ونبدا ندخل فيها في العجين. بعد اللي جانست الخميرة تاعنا مع العجين كامل، نزيد نقسم العجين ونضيف له الكمية تاع الزبدة. الكمية تاع الزبدة راح نقسمها على مرتين، نديرلها الكمية الآن وندخلها في العجين، من بعد نضيف الكمية الثانية، وبنفس الطريقة دائما نقسم العجين ونضيف الكمية الأخيرة من الزبدة. بعد اللي كملنا دخلنا الكمية تاع الزبدة في العجين مليح والعجين تاعنا ندلك، لاحظوا الفراغات اللي تلقاوهم، يعني راح تلقاو العجين تاعكم معمر بالثقوب. كي تلقاو الثقوب بزاف في العجين، عرفوا بلي عندكم نتيجة جيدة يعني في الخبز تاعكم. الآن راح نعاود نطم العجين تاعنا، وراح نخليه جانبا يرتاح أو يختمر حتى يضاعف الحجم تاعو. بعد اللي ضاعف حجم العجين، راح ناخذ كمية منه باليدية في القليل من الزيت، وناخذ كمية من العجين، وباقي العجين راح نعاود نغطيه ونديروه في الثلاجة، ما نخلوش يخمر على برا، يعني الجو راه سخون ما تخلوش في حرارة الغرفة.
راح نقسم العجين، راح نعمل 9 كريات يكونوا صغار حوالي 50 أو 60 غرام في الحبة. وبالنسبة للماء والحليب اللي عجننا به أيضا كانوا باردين، يعني ما كان لها ندفوهم. راح نبدأ الآن نفتح في أول كرة، من بعد نحك مقطعة أو لارولات، وراح نعمل خطوط بهذا الشكل. وراح ارشهم بالقليل من الفرينه باه ما يلصقوش. نضع كميه من الجبن، وبواسطه فرشاه يكون فيها القليل من بياض البيض او حليب او ماء، اي حاجه تكون متوفره عندكم، نديرو كامل في الاطراف. راح نبدا الان ندور في العجين، ودائما نلصقهم في الاطراف، يعني نضغط في الطرف، وكما راكم تلاحظوا يعني الشكل يكون عشوائي، ماشي لازم يكون دائري او بيضاوي. في الاخير شكلوه على شكل هلال ولصقوه ببياض البيض. راح الان نحضر 4 حبات بهذه الطريقة. وال5 كوريات تاع العجين اللي بقاو لنا نفتحوهم، نحكموا البيض، نغلو 5 حبات بيض، نقشروهم، نخلوهم يبردوا تماما، يعني ما نديروش البيض في العجين يكون دافي ولا سخون، يعني نخلوه حتى يبرد، نغلقوا عليه بهذه الطريقه ونثقبوا العجين تاعنا، يعني باه ما يبقاش الهواء بين البيض والعجين. نزيد ايضا نحكم كميه من العجين، راح نشكلها على شكل مستطيل، نقسمها على 3، وراح نبدا نظفر فيها. راح نحضر ايضا 4 قطع بهذا الشكل، وكل قطعه اللي نوجدوهم دائما نديروهم في الثلاجه، لان الجو راه حار بزاف، يعني راح تخمركم، من الاحسن انكم تستعين بالثلاجه. راح نشكلوا 4 قطع بهذا الشكل. راح نزيد ناخذ كميه من العجين ونعملها على شكل مستطيل ايضا، وراح نعمل خطوط في الوسط يعني بالعرض. نرشهم ايضا بالقليل من الفرينه باه ما يلصقوناش، من بعد نبدا نظفر فيهم بهذا الشكل. في الاخير ننزع الزائد تاع العجين. راح نحكم العجين اللي بقى لنا وراح نفتحوه، وفي نفس الوقت نحكم الصينيه، ندهنها بالقليل من الزيت ونرشها ايضا بالقليل من السميد. نديروا العجين تاعنا في الصينيه ونطولوا الشكل المستطيل. راح نرش الان السطح تاعو من الفوق بالقليل من الماء، يعني بالقاروره ونرشوها من الفوق. نحكموا الآن الكريات اللي كنا جهزناهم بالبيض، وراح نديرهم في الوسط، عندنا 5 كريات، والشكل اللي حضرناه اللي فيه الجبن عندنا 4، راح نديرهم الآن في الأطراف. راح ندهن كامل الحواف بالبيض، وراح نلصق الصفاير اللي كنا جهزناهم. كي نبداو نلصقو فيهم دايما ننزعو الزائد اللي يكون كاين. ندهن ايضا الكريات بصفار البيض، ونحكم يعني الصفيرة اللي كنا جهزناها نقسموها الى 5 قطع، ونبداو نلصقو فيها بهذا الشكل. بعد اللي نلصقو في كل حبة وحدة، نكمل ندهنو كامل الخبزة نتاعنا بصفار البيض، ونخلوها جانبا تختمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. بعد اللي يتضاعف الحجم نتاعها، راح ندخلوها للفرن على درجة حرارة 180 درجة، النار تاعها تكون متوسطة، نخلوها حوالي 30 دقيقة حتى تاخذ اللون الذهبي.
بعد ما كملنا حضرنا الوصفة تاعنا، شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي رايحين تتحصوا عليها. لاحظوا الطراوة اللي راهي في الخبز، يعني خبز طري بزاف. كي كملت طيبته راني دهنته بزيت زيتون اللي مدت له هذيك اللمعة، وفي نفس الوقت راح تزيد له وتضيف له أيضا ذوق. أنا قسمت الخبز، شوفوا كيف هيكون، يعني الخبز تاعكم يكون عالي ويكون خفيف بزاف. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم إن شاء الله تجربوها في العيد الأضحى. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.